بات نور الدين طويل يشعر بالضجر والملل من التحدث بأي موضوع، ويفتي بدون علم في أمور الدين الذي يعتبر نفسه يفقه بكل شيء وبأي موضوع مهما كان. وهو الأمر الذي جعلنا نرى في زمننا من تصدروا للفتوى من الجهلاء والسفهاء، ممن يفرطون في أمور دينهم ويرضون بالدنية في الأمر. الغريب هو أنه يخرج ليدافع عن جمعية الرحمة التي نصبت على أفراد الجالية وكذبت عليهم بأن هناك جثامين الجالية في ثلاجات تنتظر الدفن، الشيء الذي كذبناه في مقال سابق، مما جعلنا نبحث عن العلاقة بين الإمام المجن نور الدين طويل وجمعية الرحمة التي يترأسها زوج أخته. نعم، سعيد المدوشي ليس إلا صهر نور الدين طويل، وهذا ليس غريبا أم يحاول تبرئته، لأن الطيور على أشكالها تقع. وقال الشيخ الطاهر التجقاني رئيس المجلس العلمي للمغاربة القاطرين بأوروبا حفظه الله. يعني هذه القداسة ديال صلاة الجمعة والعظمة ديالها والمكانة ديالها ما كتبقاش، ما كتزول، لأنه مثلا ما كتبقاش، لأنه مثلا احنا عندنا كلمة الجمعة مأخوذة من الاجتماع والجماعة والجمع، ولهذا يشترط لها شروط، ولازم تكون في المسجد، ما يمكنش أنها تقام صلاة الجمعة في البيوت. نعم. وثم هذا من لأنهم كيصلوا يعني خلف القناة من القنوات، ولا أنه عبر الإنترنت وكذا. أنا كنصح أنه مثلا إذا صلوا خصهم أنهم يعيدوها ظهرا، نعم الصلاة خصهم يعيدوها ظهرا، يعني يعيدوا الصلاة ظهرا، لأن يعني احنا في الحالة هذه كتسقط صلاة الجمعة وكيبقى أنه البديل عنها هو صلاة الظهر. كما صرح لأخبارنا الجالية الشيخ محمد التجقاني حفظه الله أن صلاة الجمعة شعيرة من شعائر الدين، لها أحكامها ولها شروطها. فصلاة الجمعة شعيرة من شعائر الدين، لها أحكامها، لها شروطها، لها ملتزماتها، لها متعلقاتها، ولذلك لا تكون صلاة الجمعة إلا بجماعة وبإمام وبخطبتين، بجماعة وإمام خطبتين. زاد بعض أهل العلم أن تكون هذه الصلاة، أي صلاة الجمعة، في مسجد جامع، وتوجيه خطبة الجمعة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي أو من خلال التلفاز والمتحدث يتحدث وحده، وهذا لا يعتبر صلاة جمعة، وهذا الكلام لا يعتبر خطبة، قد يعتبر درسا، قد يعتبر موعظة، قد يعتبر توجيها، ولكن لا يمكن أبدا أن نسميه خطبة جمعة، لأن الجمعة لا تكون إلا بشروطها وبأحكامها وبما يتعلق به. والذين يتطفلون على ميدان العلم وميدان الإفتاء هؤلاء ضالون ومضللون وخارجون عن الهدي السليم. والذين لا يعرفون هذه المبادئ وهذه القواعد وهذه الأولويات وتنزيل الأحكام، هؤلاء في الحقيقة يعتبرون متطفلين على ميدان العلم. وسبب التطفل على ميادين العلم أن هذا الباب هناك من يؤدب من يجترئ على أن يقول على الله بغير علم، أو أن يفتى على العلماء، أو يتجاوز حده. فهؤلاء حينما وجدوا المجال خاويا والمجال فارغا، بدأوا يعربدون كما يريدون ويتحركون كما يشاءون، وهؤلاء أعمالهم وأقوالهم لا تتعدى أشخاصهم، لأنهم ليسوا أهلا للفتوى وليسوا أهلا لأن يكونوا مرجعا للأمة. فعندنا علماء وأئمة ودعاة وهداة ينبغي أن نتقيد بتوجيهاتهم وأن يتقيد بفتاواهم.